علاقتي قوية جدا بسيادة المشير، لأن المشير طنطاوي الأمانة سندني كتير جدا، وكان صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إن أنا أتواجد بشكل كبير جدا مع حرس الحدود. أعطاني فرصتي، لو كنت في نادي تاني غير نادي حرس الحدود أعتقد إن كنت ممكن، لأن أنا مريت بإخفاقات ونجاحات. الناس صبرت عليا وعارفة فكري وشافت شغلي، فصبرت عليا الحمد لله لحد ما اتحقق نجاحات. فأنا طبعا بشكره ودايما بتذكره بالخير، ربنا طبعا يديله الصحة في الفترة الأخيرة. فأتمنى له يعني إن شاء الله دائما أطمئن عليه ويكون بصحة جيدة إن شاء الله.